His Excellency عبد الفتاح السيسي. السيد عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية المصري العربية. And acting president of the African Union to officially أريد أن نعلن رسميا عن افتتاح كأس أمم أفريقيا توتال كاف مصر 2019. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أشقائنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعاً. وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية، في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق على بركة الله. أعلن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية. البطولة الثانية والثلاثين لكرة القدم. شكراً.